يعني بدايتك منين او انت اصلا منين؟ انا اصلا مش شرقيه. ايه اللي جابك بقى القاهره؟ احنا جايين هنا من القاهره بقالنا كتير جدا. طيب ايه حكايتك مع الشغل والدراسه مع بعض؟ الشغل والدراسه كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اوفق بين الشغل وبين الدراسه مع بعض، بحيث ان مثلا الدراسه تبقى الصبح الشغل يبقى بالليل، لان انا بشتغل في عياده من وانا عندي 14 سنه، من 6 سنين، عيني 3 طبيب. لكن موضوع التاني الشوكي ده بيجي في الصيف بس، لان التاني الشوكي طبعا مسلم. انت بتقولي الكليه الحمد لله كويسه، بتساعد ما شاء الله في السنه. في عائق ان انت تبيعي او حد ضايقك في حاجه في الكليه؟ لا لا لا، قولي ازاي، قولي لي ازاي بتعملي ده؟ يعني الكليه كويسه وبتبيعي من شغل؟ ما فيش حد ضايقني جدا، يعني هي الناس جايه فخوره بيا، الناس جايه مبسوطه ان هي بتشتري مني. يعني في ناس تيجي تقول لي يا رب بنتي تبقى زيك، انا لو بنبسط من حاجه زي دي مفيش حد بيضايقني، وهي كلهم زي الفل. قولي لي لما كنتي عرضتي على اهلك ان انت تروحي تبيعي من شغل؟ انا ما عرضتش على اهلي، انا حطيتهم قدام الامر الواقع. ازاي؟ يعني قلت ماما في مره كانت نازله الشغل، انا بدايه الموضوع ان انا وابويا رحنا مكان قريب من البيت، ده في شغل فرحنا خدنا شويه لقينا نفسنا جايبين نص الشوارع، فهنروح فين في الدين ده يا حسن؟ لا خلاص روح هات الترابيزه احنا هنفرش الدين دلوقتي. مره في الثانيه في الثالثه كنت لسه طالعه من ثانويه عامه، فالدروس طبعا خلتني على السيب، فساعتها ما كانش معايا موبايل، جبت موبايل ودفعت قسط من اقساط الجامعه 6000 جنيه. فهي كانت نازله في مره الشغل فبتبص كده لقيت فيه شوكي تحت البيت، فبتقولي انت بتعملي ايه بقى يا بنتي؟ قلت لها انا ببيت الشوكي يا ماما، طب اعمل ايه؟ فبتقولي طب انت مش مبسوطه، طب صحابك هيجوا، طب ايه؟ فقلت لها صحابي مين؟ صحابي انا عمري ما اتكسف منهم، وبعدين ده شغل، وطول ما الشغل في حلال هو متعب بكل حاجه، طول ما الشغل حلال انا هدوس. سنه اولى خلصت سنه اولى داخل سنه ثالثه. مش شايله هم ان انت لسه قدامك 3 سنين او هتصرفي على نفسك كل ده؟ سنتين مش كده. بعدين انا اصلا يعني السنه دي باذن الله هقدم في تربيه رياضيه 4 سنين، بعد كده اعمل دبلومه سنتين واحاول ابقى اخصائيه علاج طبيعي. يعني انت شغاله الصبح تين شوفي وبالليل؟ وبالليل في عياده من 5 ل 10. طيب انت بتقولي لي ان تين شوفي ده في الصيف، طب في الشتاء هتعملي ايه؟ ربنا يسهل. طيب قولي لي اخوكي، انا شايفه اخوكي بيساعدك واقف في ظهرك، احكي لي عن دوره في الفرق. والله اخويا الصغير كان اصلا شغال في مكان تاني، اول لما موسم التيم بدا قلت له حسن هتسيب الشغل ده وتعالى انا هديك فلوس اكتر من اللي بتاخدها، لانه بياخد تدريب يعتبر، قلت له تعالى انا هديك فلوس اكتر من اللي بتاخدها، وفي نفس الوقت اخويا يعني مش هسحله، ولو هنتسحل نتسحل احنا الاثنين سوا، فقلت له تعالى هتشتغل معايا وهكذا بيساعدني واحنا الاثنين ان احنا في انتشار فيروس كورونا وانت واقفه في الشارع كده عادي. انا ما من ساعه فيروس كورونا ما ظهر انا ما قعدتش ساعه واحده في البيت، لاني ما ينفعش اقعد ساعه حتى لو جالي كورونا، انا ما ينفعش اقعد ساعه واحده في البيت وما اتعودتش على القعده. طب احكي لي موقف ضايقك او موقف اثر فيكي في الشارع. انت بقالك في الشارع عامه قد ايه؟ تقريبا 6 سنين. طب احكي لي كده اي موقف اثر فيكي او موقف صعب عليكي كمان. يعني مثلا حد كان جاي يركب بالعربيه، فكان كنا احنا قدام شويه، فهو كان جاي يركب بالعربيه فعمل نفسه ان هو يدخل فينا، فراح مزعق لنا وقال لنا شيلوا الحجر من هنا، فانا ما واجهت الموقف ازاي، رحت لها قايله له حاضر يا باشا شيل الحصان يا حسن، خدنا الترابيزه رجعناها ورا شويه، بعد كده قلت له احنا متاسفين يا باشا، لقيته بيعمل لي ازاي، خد يا بنتي يا بتاعتي، قلت له نعم يا باشا ايوه، فراح بيقول لي بكام التين عندك؟ فقلت له، قال لي اعملي لي طبق حلو، انا متشكر جدا. طيب اتفضل. بعد ما مشي راجع بالعربيه قال لي رجعي الترابيزه مكانها. فمواقف زي دي انا عارفه انا بتعامل معاها ازاي، انا ست سنين شغل غيروا فكري وغيروا دماغي وعرفوني اتعامل ازاي مع الناس. طيب قولي لي اتعلمت ايه؟ اتعلمت المسؤوليه والاعتماد على النفس، وان الدنيا ما بيجيش فيا ريت
الصبح بيخلص تقريبا 11 ونص. طب انت اسرتك مكونه من كام فرد؟ مكونه من عندي اختين كبار بنات وعندي اخ ولد صغير. صفي على البيت ومش انا، كلنا بنساعد بعض، كلنا بنساعد بعض. طب لو في بنت خلاص برضه زوفه زي زوفه كده وعايزه تنزل تبتدي في الشارع تنصحيها بايه؟ هي مش قصه تبتدي في الشارع، هي لو لقيت حاجه احسن من كده انا بنصحها، لو لقيت شغل احسن من كده. بس يعني في صيادله قبضوا 2000 جنيه، فخدوا 6 سنين دراسه وفي الاخر 2000 جنيه. فاي حاجه حلال مهما كانت فلوسها مزيفه في الاول، ما انت بتسعى ربنا هيبارك. في ظل حالات التحرش اللي احنا بنسمع عنها الايام دي، ما حدش يقدر يتحرش بيا، ما عنديش الكلام ده. لا انت ما خفتيش، انت ما خفتيش، لان دايما حتى لما حد يجي يشتري مني واحس ان هو جاي يهزر او جاي يستعرض مثلا، تلاقي انا طول عمري بضحك، فتلاقي وش خشب ظهر هو اللي قدامي بيبقى مكسوف من نفسه. فلا ما حدش يقدر يتعامل معايا بطريقه تضايقني او كده، محدش يقدر يضايقني. عامل ايه؟ 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 عامل خمسة.
ادي الاستاذ عرش عشان كل الحاجات اللي هو